معوا ماذا روى البيهقي عن العتبي؟ قال: كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أعرابي جاء إلى قبر الرسول سلم عليه وقال: يا رسول الله، إني سمعت قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال العتبي: ثم انصرف الرجل. انصرف الأعرابي فنمت فرأيت رسول الله في المنام يقول لي: يا عتبي، أدرك الرجل وبشره بأن الله قد غفر له. زيارة الرسول خير وبركة. المسلم الذي يزور الرسول، الرسول يشفع له يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي.